على المنتخب الأولمبي مرة تانية، وبسألك بقى دلوقتي كمحلل وكمدرب في الجهاز اللي موجود دلوقتي، أو كنت في الجهاز اللي موجود دلوقتي، إيه المنتظر من الجهاز الفني مع الجيل بتاع 2001 المرشح إن هو إن شاء الله يخوض منافسات باريس 2024، في ضوء إنه الناس بتقول الفرص، وفي ناس بتقول إنه خلاص عمل اللي عليه ووصل الأولمبياد وشارك فكان يعتبر نجاحا، لكن الخطوة التالية إيه اللي ممكن يقدم للجيل اللي جاي مع الجهاز الفني الحالي؟ هتسامحني وتقدرني في اللي بقوله، بكل تأكيد. بلاش اجاوب على السؤال ده، ليه؟ مش حابب. هتعتبرها انا شهادة مجروحة يعني؟ بالظبط كده، بالظبط، يعني انا مش حابب ان انا تكون شهدت فيها العاطفة تجاه كابتن شوقي، او الناس أو تفهم الزعل من عدم اختياره. او تكون اجابة فيها ان انا بقول حاجة في عدم اختياري، فاتمنى ان تنال تقديري بحترم جدا واحترامي ده، بالعكس كل في الحتة الاحترام دي، ان لإجابتك. انا ما جاوبش على السؤال ده. تمام، كل الاحترام لإجابتك.